أحبائي أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات وقفة مع السلوك. اليوم غنطرق الموضوع مهم ألا وهو التحيز والمحاباة. طبعا هذا التحيز والمحاباة سائرة في العالم كله، لأن النفس يعني تميل لمن أحسن إليها، فبالتالي أكيد تنبغيو أننا نجاملوا ناس عندنا بهم صلة قرابة أو صداقة أو صلة عرقية، على أي كانت هذه الصلة فهو شيء جميل على أساس أننا ما تخطوش بعض الحدود. فطبعا منيت يكون الأمر خاص بتكافؤ الفرص، أو يعني تيكون فيه تكافؤ الفرص في العمل أو في الدراسة إلى آخره، خاصني نجتنب هذا السلوك المشين لأنه فيه ظلم وطبعا للآخر، وهذا شيء غير مرغوب فيه. فما تنسوش الحديث الشريف ديال الرسول صلى الله عليه وسلم تيقول: لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى. فدائما نستذكر ونحاول أننا من يكون واعين، لأن ربما نطيحوا في هذا الخطأ من يكون غير واعين، لكن على الأقل من يكون واعين نحاول دائما أننا هذا السلوك نجتنبه باش ما يكونش فيه ظلم الآخرين. شكرا على تتبعكم، وما تنساوش سلوكك يحدد قدرك.